ريال من هذه المستويات إلى 195.7 ريالات قطرية. كان السهم مرتفع يوم أمس ب 0.4%. أسهم البنوك بدت الصورة متباينة بعض الشيء. اليوم قطر الإسلامي يخسر حوالي 0.4%، بينما كيو أم بي أيضا في المقابل يكسب حوالي 0.3%. مؤشر دبي كما قلنا نعكس صورة الحمراء يوم أمس ارتفاعات طفيفة. الأسهم القيادية أعمار على ثبات. الوطنية للتبريد يعني حددنا اليوم الجمعية العمومية يوم 24 فبراير. سوق دبي المالي مكاسب قوية بحوالي 2%. ماذا عن مؤشر أبو ظبي؟ أيضا 0.3% ارتفاعات بسيطة على هذا المؤشر. هناك أخبار من دانا غاز التي يعني أعلنت عن الموافقة على زيادة رأس المال ب 100 مليون درهم من خلال إصدار أسهم لمقابلة الدفعة الأولى من طلبات تحويل السقوق. السقوق كانت بقيمة حوالي 20.65 مليون دولار. طبعا هذا ضغط يوم أمس وما زال يضغط على السهم، لأنه بسبب تراجع نسبة تملك المساهمين الحاليين. هذا كل ما لدي من وقت عودة إلى مهيرة ورشا. شكرا يا ريم.